ويلكم يوتيوب، رجع لكم بفيديو جيمنج جديد. الفيديو هو فيديو النهارده جاي نلعب لعبة كيك ذا بادي. لأول مرة أشوف اللعبة ولأول مرة ألعب اللعبة. اللعبة دي عبارة عن إن أنا في واحد دمية بقعد أضربه، لازم مسيبوش لحد ما موته، أقعد أعلم عليه يعني بمعنى الكلمة. فيلا بينا نبدأ. أو زي ما انتوا شايفين أهو، أنا كده كنت لعب اللعبة مرة واحدة بس، خدت 6 جنيه، حوالي 6 جنيه دي. فالواد أهو، الواد ده شكله مستفز جدا والله، يعني عايز يتضرب. بصوا بيعمل إزاي، مستفز يا جدعان والله، شكله بيشتمني بس انا اعلم عليه دلوقتي. موت يا موت، بس اللي هو لازم اقعد اعوره في دماغه لحد اما ايه انا ابدا بزيد. يعني انا عوضت دلوقتي، زدت بقيت معايا 8 جنيه من 6 جنيه ل 8 جنيه. فالله بصوا هو قاعد بيشتم، الله يسامحه. بص طب انا هقطع له، ينفع اقطع رجله في النص كده؟ تبقى حلوه جدا. لازم اموته في الاخر، ايه اوديه على الزبالة على طول عشان هو مستفز. تعالى الزبالة، تخش الزبالة ولا ايه؟ عم ترمي بقى. يلا نجيب لنا واحد تاني، احنا كده بقينا معانا 20 جنيه، وفي هنا متهيألي اماكن بتتفتح وحاجات حلوة يعني في اللعبة. يلا عايزين نمد كده. ايوه يلا شقلبة. قول اي لسه شفت حاجة. هو في دماغه على طول عشان يخلص، كل ما بديله في دماغه باخد فلوس اكتر. ممكن اعمل بايدي الاتنين كده وهقوم ضربه مطيره دلوقتي. بص كل ما اضرب الفلوس بتزيد. مش خليه اعمل على الارض يا جدعان، لو ينفع فك دماغه، ما دماغه مفكوك اصلا، بس لو ينفع فكها المهم تفكش. مفيش حبل في دماغه، سبحان الله، في حبل في رجله ومفيش حبل في دماغه. بس هو مستفز والله، هو مستفز، شكله بيشتم، فلازم نقعد نضرب فيه كده. بقيت معاه 34 جنيه نديله في دماغه عشان ناخد جنيه زياده. ما ده حاجه عجيبه. كده الواد الواد مات خلاص. بس انا كده فتحت هديه كده، عديت المرحله، بقيت معايا 234. حلو جدا، لازم نديله في دماغه. الاستراتيجيه اللي انا عرفتها في اللعبه اللي احنا لازم نديله في دماغه عشان يجي فلوس اكتر ويموت بسرعه، صح ولا ايه؟ اهو بيودها بشتيم. تعالى اهو تعالى، انا هعلقك دلوقتي لو في مجروحه هنا، انا هعلقه. قولي نو بليز، لا قولي من فضلك. فضلك ايه بقى؟ شكلي في الزبالة شوية كده. اوعى تطير، اقعد على الارض. يلا الارض مش ناقصة بدماغك دي، الارض اللي مفيهاش حبل دي. هيتعلم عليه دلوقتي بمعنى الكلمة، هيموت. قول قلب مين ساعدني؟ مش هساعدك يا عم انا، بتقول ساعدني؟ طب علقك هنا شويه اقعد ارميك بقى. بص يا جدعان دراعه بيوصل لحد فين؟ دماغه راحت فين؟ بص دراعه، لو ينفع اجيب اي حاجه اقطعه بضفر ولا اي حاجه. عيل والله مستفز. بالغزل بيخليني اضربه اكتر، هو سكت مش هضربه. بيقعد يتكلم فلازم اضربه، هو غايب بيصوت. بيضحك ولا بيصوت ده؟ مش هنموت في الزباله، انا هكمل عليك لحد ما تموت. اقعد على الارض بقى وخليك كده ريلاكس. لا طب صحيت ليه يا عم انت بتخليك ميت؟ هيموت تاني، هيموت تاني. ده فرحان يا جدعان، فرحان بالضرب.
وبيضحك كمان يقول لك اني بزغزغ. طب تلعب ده حلوه الحركه دي، اديله بالنار في الارض. حلوه حلوه. عشان اخلص انا مش هديك في الزباله، اقول لك تعالى اديك في الزباله عشان ايه؟ صعبت عليا انا اجيبك مدير هتموت بقى زي اللي فات. يا عم معلش معلش، خد دي من هنا، خد دي، دي هتنيمك دلوقتي، الضربة دي هتنيمك دلوقتي، هتموتك مش هتنيمك. بقى هنا بيشتم بالانجليزي، ما انا لو فاهمك كنت سبت. موت بقى يا عمك، مش عايز يموت، انا قاعد بضرب عليه وهو ميت كمان. بس الله يرحمه، بس اداني 247 بس، لا انا عايز 250. امسكه من رجله وعلقه فوق، بس نعلقه ونديله على دماغه. اديك على دماغك دلوقتي، قد 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 ما تحت اديك عليها بسرعه. ايوه فاصل نطلع لي بال 2 جنيه، مش عايز اجيب 2 جنيه كده، هعمل له ايه ده؟ مش عايز يموت يا جدعان، مش عارف ايه الواد ده، الواد مستفز ومش عايز يموت. اهو جاب 249 جنيه. حلو. بس مش هسيبه لحد ما يموت، انا مش هفضل جوعان. موت يا عم بقى، موت يا عم، يا عم موت. خد بقى دي. خد التقيلة. رب يهرب. ما انت اهو تقلب ب 251 جنيه. طب خلاص الواد مثلا قاعد بضرب فيه، مش هسيبه برضه لحد ما يطلع بكام؟ 252. زود لي يا عم، زود زود زود. يلا بقى موت بقى، موت يلا، هنكمل عليه لحد ما نموته. الله انا موت يا مو، ادينا فلوس يا والله. علقت من رجلك تاني، انت ما تحرمش بقى، ما بتصورش، ينفع علقت من ايدك كده؟ بيقول لي فري دلوقتي، اقدر اخد الذهب ببلاش. يلا نجرب، لو بفلوس شوفوا بالنت كده يعني، في الاخر هيدخلونا على جوجل بلاي وهتلاقوه بفلوس برضه، هيقول لي اشتريه، فانا هكمل ضرب عليهم وكده بيغزوني يعني، يعني بيقول لي كده وبعدها بالنت، فحاجه دي حاجه تغزني وبعدها بقى ايه اقوم اضرب فيه. انا هموتك، انا مش طلعت ان انت ميت. تعال تعال يلا اجهز، اقعد على الارض بس اهو. اهو مات يا جدعان، وكده الواد مات، وبس يكون كده الواد مات وخلصنا عليه. واد مستفز جدا، بس هي لعبه مسليه وحلوه. فبس كده كان فيديو، ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه وشير للفيديو. بنقدم كل المحتويات، فلوجات، جيمنج، تحديات ومقالب وحاجات كتير جدا. فبس كده كان معكم اي بي فيديو. سلام.